فرح المطوع شابة كويتية حققت العديد من الابتكارات والإنجازات العلمية، راح نتعرف عليها في فقرة سوالف ترك. السلام عليكم، معكم المخترعة فرح بدر المطوع. أنا في البداية بلشت مع كفو كمتطوعة، شاركت معهم في تنظيم أكثر من إيفنت، بعدها اختاروني بناء على سيرتي الذاتية وصفحتي في كفو أني أكون معهم كمرشدة في مجتمع العلوم والتكنولوجيا علشان أنقل خبرتي للناس وأساعدهم في تنظيم إيفنتات وحفلات متعلقة في مجالات مختلفة من التكنولوجيا. أنا قبل فترة قمت بعمل إيفنت مع الأمم المتحدة كان بعنوان International Day of Women and Girls in Science. كانوا طالبين مني أني أسوي فيديو أتكلم فيه عن خبرتي في مجال التكنولوجيا والاختراعات عشان ألهم النساء والشباب والشابات من عمري أنهم يمشون على خطاي أو في نفس مسيرتي. مشاركتي في مسابقة IEEE كانت تعني لي الكثير لأني كنت أصغر مشاركة معهم وكوني الطالبة الوحيدة الحاصلة على هذه الجائزة في منافسة مع عدد كبير من المهندسين الكهربائيين، فهذا كان شيء كبير بالنسبة لي ويعني حسيت بفرحة توصف. طبعا هذا كان أول اختراع لي سويته وأنا عمري 13 سنة. جدتي الله يرحمها كانت مريضة بالسكر وأنا شهدت مراحل تطور المرض فيها، فاكتشفت إيش كثر هذا المرض خطير ووايد يأثر على المريض، فحبيت أني أسوي اختراع يحمي القدم السكرية، خصوصا أن مجرد إصابة هذه القدم ببعض الحروق أو الجروح راح تسبب الغرغرينة وفي أسوأ حالاتها تؤدي إلى البتر أو الوفاة. أنا شاركت في مسابقة الكويت للعلوم والهندسة التابعة للنادي العلمي وحصلت على المركز الأول في مستوى مجال الميكانيكا الهندسية والمركز الثالث على مستوى الكويت في هذا الاختراع. أبحر بأمان هو نظام حماية للقوارب يحمي القوارب ذاتيا من حالات الحريق والغرق والصدام. طبعا هذا الاختراع مفيد جدا للمجتمع لأنه ينقذ أرواح ويسهل عمل خفر السواحل والإنقاذ البحري، لأنه يعمل على معالجة الحالة اللي تصير في القارب وأيضا يكون في GPS فيسهل عملية وصول خفر السواحل والإنقاذ البحري لموقع الحادث. طبعا احنا في الفترة الأخيرة كنا قاعد نقوم ببعض التعديلات في بيتنا، فكنت أشوف العمال شلون يسوون خلطة الأسمنت ولاحظت إيش كثر هي تأثر على صحتهم وأيضا تأثر على البيئة وتشوه المنظر العام، فحبيت أسوي جهاز يساعدهم في خلط المواد الأسمنتية بنسب ثابتة فبالتالي يعالج المشاكل اللي ذكرتها. وشاركت في هذا الاختراع في معرض المخترعين الدولي للشرق الأوسط وكان في العديد من الدول الأخرى مشاركة معي، فالمنافسة كانت جدا قوية وممتعة وايد استمتعت فيها والحمد لله حصلت على الميدالية الذهبية مع مرتبة الشرف هذا الاختراع. طبعا هذا الاختراع فيه ثلاث خلطات، خلطة المساح والطرطشة والبلاط اللاصق. على عامل البناء أو المقاول أنه يختار أي خلطة يبيها، فمجرد أنه ما يضغط على الدقمة المواد راح تنزل بنسب ثابتة أنا مبرمجتها وتطلع له الخلطة جاهزة فيستخدمها على طول، فهذا الشيء راح يساعد يعني المقاولين أو حتى الشخص اللي ما عنده خبرة في البناء ويبي يسوي تعديلات بسيطة على بيته يقدر يستفيد منه لأنه حجمه صغير وسهل أنه يتنقل. طبعا في البداية أنا أشوف شنو الأشياء اللي المجتمع محتاجها أو شنو المشاكل اللي واجهها المجتمع ويعني لازم أدور لها حلول، أشوف هذه المشاكل وأحاول أسوي عصف ذهني وأدور شنو الحلول أو شنو الأشياء اللي أحتاج أني أسويها، بعدها أجمع معلوماتي وأرسم لي خطة وأبدأ أشتغل في المشروع وأروح حق جهات تساعدني في تطبيق المشروع أو ترشدني على أماكن ممكن أخذ منها معلومات زيادة، وطبعا أهلي هم الداعم الأول والأساسي لي. طبعا أنا شاركت في مختلف معارض مختلف المجالات وهذا شيء جدا مهم لأنه زاد خبرتي في كيفية التعامل مع الجمهور وأيضا زادت ثقتي بنفسي وتعرفت فيها على ناس من مختلف الدول، فصار في تبادل ما بين الخبرات وأيضا الثقافات، واللي أهم من هذا تبادلنا معلومات متعلقة سواء كانت في مجال التكنولوجيا أو في مجالات مختلفة. كورونا أبدا ما كان لها تأثير على شغلي، بالعكس أنا شاركت في مسابقات ومعارض مختلفة، شاركت في مسابقة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز أثناء جائحة كورونا، والحمد لله أنا كنت الطالبة الكويتية الوحيدة اللي حصلت على هذه الجائزة لسنة 2020، وأيضا شاركت في مسابقة النادي العلمي للعلوم والتكنولوجيا وناطرة نتائجها قريب.
مشاركتي كانت فقط في دورة 22، لأن من شروط مسابقة حمدان بن راشد المكتوم أن نشارك في المسابقة مرة واحدة عشان نتيح الفرصة للطلبة والطالبات الآخرين أنهم يحصلون على هذه الجائزة. وكانت مشاركة جدا ممتعة، أنا شاركت في الدورة 20 ولكن ما حالفني الحظ، بس هذا الشيء زاد يعني حماسي وخلاني أسوي إنجازات أكثر عشان تأهلني للفوز، والحمد لله فزت بالجائزة. إن شاء الله راح يكون في تطوير على بعض مشاريعي. وبالنسبة للمشاركات حاليا في طوال السنة راح يكون في فعاليات مع منصة كفو. طبعا أول نصيحة أقدمها لهم أنهم دائما يسعون وراء أحلامهم وما توقفهم أي صعوبات أو عقبات، لأن هذا المجال يبي له صبر، يبي له طولة بال، مو كل شيء بالساهل، فلازم هم يسعون وراء أحلامهم. في وايد أماكن بالكويت داعمة لهذا المجال، ومنها النادي العلمي، مجرد ما يطلبون منهم أي مساعدة النادي ما راح يقصر وراح يساعدهم، وهذا مجال جدا حلو جدا ممتع، يعني أنا وايد استمتعت فيه، وهذه يمكن حاليا سادس سنة أكون فيها بهذا المجال.